اولا تسمحي لي اهني البابا كوادرس بقول كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه عيد القيامه المجيد، وبهني الاخوه المسيحيين كلهم بعيد القيامه المجيد طبعا، لان اليوم ده بصراحه ربنا بيبقى يوم جميل جدا واحنا بنستناه من السنه للسنه. عايز اقول ان العالم كله بيحتفل بعيد القيامه المجيد طبعا، احنا كمسلمين كمسيحيين كلنا بنستنى اليوم ده عشان نحتفل فيه كلنا مع بعض. دايما ببقى حريص لان الفراعنه زمان كانوا بيحتفلوا بيه. انا طلعت سمعت طبعا قريت في بعض الكتب ان الفراعنه زمان كانوا بيحتفلوا بيه، وبعدين دي مناسبه جميله زي ما قلت لحضرتك احنا بنستناه من السنه للسنه والعالم كله بيحتفل بيها. احنا كمسلمين يعني مش عشان هو عيد مسيحيين بس، احنا لا احنا كلنا بنعشق اليوم ده وبنستناه من السنه للسنه كانه عيد عندنا بصراحه. الله يكمل الشوه عيد واحد المسلمين والاقباط المسلمين يوم معين سبت عارفه ان يوم السبت اللي فات اول امبارح الاسبوع اللي فات سبت الروح بعده حد الزعل بالدال او بالسين ثم اربع ايام ثم خميس العاد او خميس العاد ثم جمعه مقدسه او جمعه كبيره ثم يوم الاحد اللي هو كان امبارح القيامه ثم يتوحد المسلمين مع المسيحيين يحتفلوا بيوم شم النسيم. ان شاء الله نحن نهني اقباط مصر اي مسيح، لا فرق بين مسلم ومسيحي على ارض الايمان، كلنا مسلمون ومسيحيون كلنا مصريون ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي. احنا وهم يد واحده. احنا بنقضي شم النسيم فين؟ احنا حوالي 8 افراد، انا خلعت من اسرتي وكل الناس هم يروحوا بطريقتهم، في حوالي 10 او 12 عند الكورنيش بتاع النيل وجايبين رجله وجايبين فسيخ وجايبين بتاع خص وليمون والكلام دوت، لان ده عيد من اجمل الاعياد فلازم كلنا نحتفل بيه وكلنا نتوحد. يعني احنا العيد ده جاي يوحدنا زي ما هم بيحتفلوا معانا الاخوه المسيحيين بعيدهم، احنا كمان بنعيد معاهم. والله العظيم ثلاثه الاخوه المسيحيين دول هنا اقسم بالله هنا. بس والله نقدر نقول مفيش كلام بعد متاخر وكده، يعني قبل مين يتكلم كلام جميل لكل الاخوات المسيحيين، كل سنه وانتم طيبين ويجعلوا عيد مبارك عليكم. ونقول لرئيس السيسي ربنا يوفقك ربنا يوفقك ربنا يوفقك. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والله انا بحتفل بيه يعني زي اخواتي المسيحيين بيحتفلوا، يعني مفيش فرق بيني وبينهم. ده عيد بيجي كل سنه زي ما قلت لحضرتك كلام الاستاذ اللي قبل مني، ربنا يبارك له، مفيش بعد كلام يعني.